يبدو ان جميع الاطراف باتت تدرك ان المفاوضات ربما تكون هي السبيل الامثل للخروج من هذه الازمه التي تتفاقم آثارها، وفي هذا الاطار بدأت دول عده في الاعلان عن نفسها وسيطا يمكنه لعب دور بين موسكو وكييف من اجل اطفاء هذه الحرب الدائره وتفادي اثارها. رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنت يحاول البحث عن دور وساطه يمكن ان تلعبه بلاده لتقريب وجهات النظر بين روس روسيا واوكرانيا وكثف مباحثاته مع رئيسي البلدين بشان عقد جوله من المحادثات يمكن ان تحتضنها القدس وعلى الصحه الاوروبيه تبدو سويسرا، الدولة المعروفة بعقيدتها السياسية المحايدة على مدى عقود، إحدى أبرز الدول المؤهلة للعب دور الوسيط. وقد أعرب رئيسها إغناسيو كاسيس عن أمله في أن تصمت المدافع قريباً. وأعلن استعداد بلاده أيضاً لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في السياق ذاته واستنادا إلى علاقاتها المميزة بالبلدين تخوض تركيا محاولات عدة من أجل تسهيل عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني خاصة وأنها الوحيدة التي نجحت حتى الآن الجمعة بين وزيري خارجية البلدين وبناء على هذا ترى أنقرة رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي أنها يمكن أن تصبح وسيطا نزيها ومسهلا لإبرام اتفاق بين موسكو وكييف وفقا ل تصريحات رئيسها ووزير خارجيتها ايضا. وفي ظل هذه المساعي الحثيثه تتخوف اطراف من عقبه كبرى قد تعيق النقاش بعد ان اصبحت معظم الدول الغربيه طرفا مهما في المعادله وهي التي فرضت عقوبات قاسيه على موسكو، لذلك يبدو خيط الحوار متشابكا بين اطراف كثيره وان كان طرفا او طرفا هذا الخيط بيد موسكو وكييف.